الكتاب بس هو مجموعة هذه حول الهوا وفق تجارة وصناعة وخدمات على الدواء الاقتصادية اللي فيها 16 والأصناف تجارة وصناعة وخدمات عدد المقاعد 148 بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية على الدواء الانتخابية 14 بصنفيها الفنية الإنتاجية والخدماتية عدد المقاعد 68 بالنسبة لغرفة السكري عدد الدواء الانتخابية 14 عدد المقاعد 39 ومثلا بس بالنسبة لغرفة ديال السيد البحري كتمتد خارج نفوذ ديال جهة الدار ديال الصفات باش كتشمل عملات وأقاليم أخرى خارج نفوذ ديال الجهة ونتائج ديالها في التجميع ديالها كذلك نتائج أولية في هذا العرض اللي غادي نتائج غادي بالنسبة للغرفة الفلاحية يمكن نذكرها السيد عام بالنسبة دونك عندنا بغض النظر بجانب 16 عمالة وإقليم ديال الجهة عندنا 6 عمالة أقاليم اللي هي أسفي الصويرة سلا الرباط وقنيطرة وصخيرة كمان هذوما 6 عمالة بعبارة أخرى كتمتد على 22 عملة وإقليم بالنسبة للغرفة الفلاحية عندنا فيها 8 ديال الدواء الانتخابية وعدد المقاعد 76 المجموع العام ديال المعطيات العامة كل غرف مهنية عندنا 52 دائرة انتخابية 331 مقعد عدد المشجعين حوالي 248,000 وعدد مكاتب التصويت 867 كتاب سمحتي وندوزو للنتائج المؤقتة ديال نسبة المشاركة اللي في حدود ديال 95% ديال الدوائر اللي تم بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات نسبة المشاركة 27.6% بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية 32.5% بالنسبة لغرفة الصيد البحري 66.77% بالنسبة للغرفة الفلاحية 51.50% أي واحد نسبة المشاركة على مستوى الجهة هي 44.49% أي بزيادة 6 نقاط بالنسبة للمشاركة مقارنة ب 2015 و 9 نقاط مقارنة ب 2009 نجوزو دابا إلا سمحتيو للنتائج المؤقتة غادي نبداو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات النتائج المؤقتة ديال 61% من الدوائر الانتخابية هاد النتائج اللي مؤقتة كنعاود نأكد عليها عطاتنا التوزيع التالي بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات مثلا بس نذكرو عدد المقاعد 148 وعدد الدوائر الانتخابية 16 بالنسبة للمقاعد المحصل عندها وكذلك نسبة الأصوات محصل عندها من طرف الأحزاب السياسية حزب الاستقلال 17 مقعد أي بنسبة 18.09% حزب الأسرة والمعاصرة 22 مقعد بنسبة 23.4% التجمع الوطني الأحرار 18 مقعد اللي كتعطينا 19.15% حزب الاتحاد الدستوري 11 مقعد اللي كتعطينا 11.7% حزب العدل والتنمية 4 مقاعد أي بنسبة 4.26% حزب الاتحاد الشرقي للقوى الشعبية 5 مقاعد أي بنسبة 5.32% حزب الحركة الشعبية مقعد بنسبة 1.66% حزب التحالف الدراسي مقعد كذلك بنسبة 1.66% حزب الأمل 2 مقاعد اللي هي 2.13% من الأصوات المحصلة عليها وبدون انتماء سياسي عندنا 9 ديال المقاعد اي بنسبة 9.57% دونك هاد النتائج ديال 61% عطاتنا نتائج ديال 90 مقعد من اصل 148 تقديرا ديال المقاعد اللي كنضمها هاد الغرفة على مستوى الجهة ننتقلوا الان النتائج المؤقتة لرسم غرفة الصناعة التقليدية نتائج مؤقتة 63% من الدوائر الانتخابية النتائج غرفة الصناعة التقليدية عدد المقاعد 62 عدد الدوائر الانتخابية 14 حزب الاستقلال حصل على 8 ديال المقاعد أي بنسبة 17.39% حزب الأسرة والمعاصرة 6 مقاعد بنسبة
13.04%، حيث التجمع الوطني للحرارة 13 مقعد بنسبة 28.26%، حيث العدد الوطني مقعد بنسبة 2.17%، حيث الاتحاد الدستوري 2 مقاعد بنسبة 4.35%، حيث التقدم الاشتراكي 6 مقاعد كتعطينا 13.04%، حيث الاتحاد الشركي للقوات الشعبية 2 مقاعد أي بنسبة 4.35%، حيث الحركة الشعبية مقعد واحد أي بنسبة 2.17%، وبدون انتماء سياسي 7 أي بنسبة 15.22%. دونك عندنا نتائج ديال 97% من الدوائر الانتخابية اللي كتكون هاد الغرفة. نبداو 20 مقعد أي بنسبة 68.42%، كان الاستقلال 6 مقاعد أي بنسبة 15.79%، التقدم الاشتراكية مقعد بنسبة 2.63%، حزب الاتحاد الدستوري مقعد كذلك بنسبة بنفس النسبة هي 2.63%، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية كذلك مقعد بنسبة 2.63%، كذلك الشأن بالنسبة للحركة الشعبية اللي عندها مقعد بنسبة 2.63%، وأخيرا عندنا بدون انتماء سياسي 2 مقاعد أي بنسبة 5.26%. ننتقل الآن للنتائج المؤقتة اللي كتهم انتخابات أعضاء الغرفة في يحيى. نتائج مؤقتة اللي تم استيفاء ديالها بعد فرز 65% من الدوائر الانتخابية اللي كتكون هذه الغرفة. إلى المحل اللي أكدنا عليه في البداية، عدد المقاعد الغرفة الفلاحية 76 مقعد، وعدد الدوائر الانتخابية 8 دوائر. بالنسبة للتوزيع ديال المقاعد بالنسبة للأصوات المحصلة عليها حسب الأحزاب السياسية، حيث الأصالة المعاصرة 8 ديال المقاعد أي بنسبة 19.05%، حزب الاستقلال 8 مقاعد بنفس النسبة 19.05%، حزب التجمع الوطني للأحرار 13 مقعد كتعطينا النسبة هي 30.95%، الاتحاد الدستوري 3 مقاعد أي بنسبة 7.14%، حزب الاتحاد الشركة للقوات الشعبية 6 ديال المقاعد أي بنسبة 14.29%، أخيرا الحركة الشعبية 4 مقاعد أي بنسبة 9.52%. تبقى لي هذه كانت النتائج.